أنت متهم بأنك صديق غير وفي لمعظم أصدقائك. أسمعك في الشعر؟ يا ريت. والله باوع. هو شلون شلون السؤال؟ يعني أنه أنا مو وفي المعظم معظم أصدقائي، يعني كل الأصدقاء. إيه. أوكي. حس إحنا ما نجزم نقول الكل، لكن خلينا نقول 90%. 90 رقم وايد. 90 جاش وقت. أيوه. والله تدري شايف ستوريات، يمكن انا حتى ما اطلع وملتقي ببيت فلان، اليوم احنا عشان ببيت فلان قاعده ببيت فلان، يعني اغلب الاصدقاء ما يجون يمي بالبيت، ونقعد بالبيت وانا قاعد وساكت، وهي الناس تجيني تتونس يمي وتطلع تجيني الطرقعه. شنو المشكله؟ ما تدري. بس هذا السؤال انا متاكد وايد اسالك اياه فعلا، وهواي جانب الفتره الاخيره. فاكو سمعني شعر، اكو شعر ببالي، هو بعيدا عن الموضوع بس اكو شعر ببالي، خلنا اسمعك اياه تقريبا. من يشتور بمواضع الاصدقاء والوفي والخاين وكذا، اقرا هذا الشعر. هاي كاميرتك لك الجواب. يقول عتشلب حش السامع، عتشلب قال وفي بس هو كلش نقص، وانا بصراحه حرت، شوفوا لي صاحب نقص بس كون كله وفى. احترامي. اي ايش بتعذبي؟ والله بالفترة الأخيرة مسلم، إيه والله صراحة، يعني الفترة الأخيرة متأذى من هواي شغلات، يعني صارت في اليوتيوب، خارج اليوتيوب، حياتي الشخصية.